نروح بقى دلوقتي نتابع اخبار النادي الاهلي والفرق المختلفه. هتكون معنا سالة حامد من مقر النادي الاهلي بالجزيره. سالة صباح الخير ونصبح ليكي انا وكريم وسامعينك، اتفضلي. يا صباح الخير يا كريم، ويا صباح الخير يا نهاوند، وطبعا بصبح على كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده في 10 الصبح. دلوقتي يمكن هكون معاكم من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره عشان انقل لكم كل الامور والاخبار المتعلقه بجميع الفرق الرياضيه المختلفه داخل النادي الاهلي، وكمان الفريق الاول لكره القدم تحت قياده مستر بيتسو موسيماني. ويمكن بعد راحه سلبيه لمده يوم، الفريق كره القدم هيرجع يستأنف تدريباته مره اخرى على ملعب مختار التتش النهارده ان شاء الله. التجمع هيكون الساعة 3 والتدريب هيكون الساعة 4 استعدادا للمباراة القادمة أمام سيمبا التنزاني يوم الجمعة القادم. والمباراة يمكن هتقام هنا في القاهرة على استاد القاهرة الدولي الساعة 9 بالليل. طبعا يعني دي هتكون المباراة في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا. ده بالنسبة لكرة القدم. خليني أروح لأخبار الألعاب الأخرى، ويمكن خليني أقول لك زميلي كريم إنه امبارح اليوم كان حافل أو مليان بالمباريات، مش بس في كرة الطايرة، كمان في كرة اليد وكرة السلة. وخليني كالعادة أبتدي بالفريق الأول لكرة السلة رجال تحت قيادة الكابتن أشرف توفيق، وبعد التفوق على نادي سبورتنج في المباراة أمس بنتيجة 79-70 في المباراة والمواجهة الثالثة اللي جمعت ما بينهم امبارح على صالة الأمير عبد الله الفيصل داخل مقر النادي الأهلي. يمكن كابتن أشرف توفيق بعد المباراة مباشرة قرر ان هو يريح اللعيبة لمدة يوم، وهيرجعوا مرة أخرى للتدريبات بكرة إن شاء الله استعدادا للمباراة الأخيرة في الدور الثاني من بطولة الدوري أمام الاتحاد السكندري يوم الخميس. والمباراة يعني دي هتقام على صالة الاتحاد السكندري في مدينة الإسكندرية. ده بالنسبة لرجال السلة. بالنسبة لبنات السلة وتحت قيادة كابتن علي هاشم النهارده ان شاء الله هيتمرنوا الساعة 7 بالليل على صالة الشهداء داخل النادي الأهلي استعدادا للمباراة القادمة مباراة غد، واللي هتكون أمام نادي الشمس. ودي يعني هتكون يا كريم تاني مباراة للنادي الأهلي ونادي الشمس في الدور الثمانية من بطولة الدوري. ويعني طبعا زي ما احنا عارفين ان الدور الثمانية ده بست اوف 3، النادي الأهلي هيواجه نادي الشمس ثلاث مرات لو فاز في اول مباراتين. لو فاز بكرة ان شاء الله مش هيحتاج ان هو يلعب ثالث مباراة عشان هيكونوا تأهلوا رسميا يعني للدور الثمانية من البطولة. فبكرة ان شاء الله المباراة هتكون هنا على صالة الشهداء الساعة 6، وعفوا مش هتكون على الصالة دي لأن أول مباراة كانت على الصالة دي، هتكون على صالة الشمس هناك في نادي الشمس. ده بالنسبة لكرة السلة. بالنسبة لكرة الطايرة، ويمكن رجال الطايرة وسيدات الطايرة امبارح واجهوا نفس الفريق وهو هليوبلس على نفس الصالة صالة الشروق، ولكن رجال الطايرة فازوا على هليوبلس بثلاث شواط مقابل لا شيء، وسيدات الطايرة أيضا فازوا على نادي هليوبلس بثلاث شواط مقابل لا شيء. ولكن النهارده سيدات الطايرة هيكونوا في راحة سلبية من التدريبات، ورجال الطايره النهارده هيتمرنوا كمان يعني تقريبا ساعتين الساعه 12، وبعد التدريب مباشره هيتجهوا الجهاز الفني واللعيبه هيتجهوا لمدينه الاسكندريه استعدادا لمباراه غد، واللي هتكون امام نادي سموحه الساعه 6 على صاله نادي سموحه في مدينه الاسكندريه. استكمالا لجميع اخبار الفرق الرياضيه زميلتي نهاوند وزميلي كريم، كمان رجال اليد امبارح قدروا ان هم يتفوقوا بعد يعني اداء قوي واداء متميز على مدى الشوطين، قدروا ان هم يفوزوا على نادي الطيران بنتيجه 30-27 في الدور الثمانيه من بطوله كاس مصر. وبعد المباراة دي قدروا ان هم يحجزوا مقعدهم في المربع الذهبي لبطولة كاس مصر النهارده ان شاء الله بدون راحة. هيتمرنوا داخل النادي الاهلي، التمرين الاول هيكون في الجيم الساعة 2، وبعد كده الساعة 4 التمرين هيكون على صالة الامير عبد الله الفيصل داخل مقر النادي الاهلي. وبكرة ان شاء الله هيسافروا مدينة الاسكندرية للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمباراتين مهمين جدا في مدينة الاسكندرية يوم الخميس ويوم الجمعة. كمان سيدات اليد النهارده هيتمرنوا الساعه 6 بالليل استعدادا لمباراه يوم الجمعه. يعني خلاص الاول كان المفروض يتحدد يا نادي الطيران يا نادي الزمالك، سيدات الطايره هيواجهوهم يوم الجمعه، وخلاص امبارح اتحدد ان شاء الله هيواجهوا نادي الزمالك يوم الجمعه الساعه 2 على صاله حسن مصطفى. وده طبعا هيكون الجوله الاولى في الدور النهائي من بطوله الجمهوريه. يمكن دي يا كريم وانا هواند كانت كل الاخبار والامور المتعلقه بجميع الفرق الرياضيه المختلفة داخل النادي الأهلي وكمان الفريق الأول لكرة القدم. والآن العودة مرة أخرى للاستوديو. شكرا ليكي جدا يا سالة على التغطية دي الخاصة بأخبار النادي الأهلي. شكرا، تعالوا بقى.